يا جماعة كنصيحة دائما ادعي بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من 3 أمور. الأمر الأول هو عضال الداء. والله يا جماعة في أمراض عضال بتقلب حياة الإنسان جحيما لا يطاق. في ناس ما عم يقدروا يناموا من الوجع، في ناس ما عم يقدروا يناموا إلا بدواء أو منبهات. والله يا جماعة الكلية لا سمح الله ولا قدر إذا تعطلت عندك بدك تروح على المشفى يوميا من 3 لـ4 ساعات، وفي وجع وفي تعب وفي عناء وفي تضيعة وقت، والكلية عم تصفي لك 36 برميل دم يوميا، عم تعطيك دم صافي بدون ضجيج وبدون صوت وبدون ألم وبدون تضيعة وقت. صنع من، عطاء من، قدرة من؟ عضال الداء. ومن شماتة الأعداء، ما في إنسان ما عنده عدو، حتى النبي محمد كان عنده أعداء. فأنت دائما خليك مع الله ولا تبالي، إذا كان الله معك فمن عليك. الأمر الثاني، الأمر الثالث هو السلب بعد العطاء. والله الله سبحانه وتعالى أيام يعطيك صحة لا سمح الله ولا قدر بيسلبها منك، بيسلب منك عضو، بيسلب منك ولد، بيسلب منك نعمة، ونعم الله لا تعد ولا تحصى. فاللهم يا رب ديم علينا الصحة، ديم علينا النعمة يا رب العالمين. والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، ما بيعرف قيمة الصحة إلا المريض. فدائما احمد الله، لأنه الله سبحانه وتعالى قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا بدك زيادة دائما شكور الله. أحد الصالحين يوما فقد الإيد تبعه، انقطعت الإيد تبعه، فقال: يا رب لك الحمد أنه عطيتني 4 أعضاء وأخذت 1. بعد فترة مات له ولد، قال: يا رب الحمد لله عطيتني 2 ولدين وأخذت ولد. فيا رب لك الحمد، كل واحد دائما يكتب الحمد لله بالتعليقات. والسلام عليكم.